fait par le fait. النهارده هنتكلم على ست مواضيع مقارنه في ميديكال ديسوردرز، بس في الاخر هناخد التريتمنت كله على بعض. يعني هبتدي من اول ديفينيشن لغايه الاخر وبعد كده اقول ايه التريتمنت. اول موضوع واهم موضوع اسمه بري اكلامسيا، وقلنا الاسم ده اللي هو ما قبل الاكلامس. الاسم الثاني توكسيميا او بريجنس، بيسموه تسمم ايه؟ حمل. الديفينيشن بيخلص الموضوع. قالوا اكيوت، اكيوت يعني النهارده تجي لك العيانه مره واحده تلاقي الضغط رفع، يعني ما بتديش جرادوال. ده هيجاوب لنا سؤال جاي. سبيسيفيك كونديشن ان هيومن فيميل ديو تو بريجننس، يعني الحل ترمينيشن اوف بريجننس، كاركترايز باي هايبر تنشن، بروتونوريا اند اور ايديما. السؤال هل دول ساينز ولا سيمتومز؟ قلنا ساينز، يبقى ده ديزيز اوف ايه؟ ساينز نوت سيمتومز. عشان كده يوم ما هلاقي سيمتومز دي نوت ايه النهارده؟ سيفيريتي. والسيفيريتي هتعرف ترمينيشن اوف بريجننس. طلع ان الهايبرتنشن اساسي والبروتونوريا اساسي. البروتونوريا اسمها اصح ولا البروتونوريا؟ قلنا بروتونوريا لانها نون سيلكتيف، بتنزل كل البروتين في البول. بيظهر دايما بعد 20 اسبوع. امتى قبل؟ في ثلاث مواضيع يعملوا اوفر اكستنشن اللي هم توينز فيزيكولار مول اند بولي هيدرامس. جينا بعد كده قلنا الانسس ده الكومنست ميديكال ديسوردرز بعد الانيميا. ها؟ 3-7%، اي واحد جاي دلوقتي هيبقى واحد في ال 200. كنا قلنا ان ده 3-7% وده الكومنست ميديكال ديس اوردرز افتر مين؟ انيميا. جينا بعد كده على ايتيولوجي. البري ديسبوزنج فاكتورز مهم عشان سؤال تحليلي كلينيكال بيكتشر. مين العيانه اللي جي لها بري اكلامسيا؟ اللي هي الايج اكستريمز. قلنا يعني اكستريمز، لا اما فيري يونج لا اما فيري، خاصه فيري اولد، وخاصه لما تبقى برايمي جراند، يبقى الدرلي برايمي جراند. نعم. ليه في الفيري يونج؟ ليه في الفيري يونج؟ لا مش ملوش سبب. وليه في الفيري اولد؟ يعني القصه لقوها في الفيري يونج او الفيري اولد، ما تفهمش ليه. يعني دي اسمها بري ديسبوز، لقوها في دول. ها؟ بعد كده ايه النيجروز؟ كنا قلنا ايه المواضيع اللي في منهج نيجروز؟ فايبرويد وكانسر سيرفكس و بري اكلامسيا وتوينز. يعني ما تنساش البري اكلامسيا بيجي في النيجروز، اخر حاجه فاميلي هيستوري ميبي ايه؟ بوزيتيف. يعني ما تنساش بينشن على واحده صغيره او كبيره وبرايمي ويوجوال، انا قلت مش 100% لان ممكن يحصل له ريكارد، والريس ايه؟ نيجروز. وما تنساش الفاميلي هيستوري غالبا بوزيتيف. جينا بعد كده على الكلينيكال بيكتشر، اخدها وبعد كده ارجع للكلاسيفيكيشن. كنا قلنا ده ديزيز اوف سيمتومز ولا ساينز؟ ساينز. ابتدي بالساينز. كان ثلاث حاجات في الساينز اوف بري اكلامس افكركم بيهم. اول حاجه هايبر تنشن، ايديما، بروتونوريا. ايه الايرليست فيتشر في الام سي كيو؟ هايبر تنشن. مع ان الاوكر ايديما بتبتدي الاول بس صعب اكتشافها. يبقى قال لك الايرليست فيتشر مختار مين؟ هايبر تنشن. امتى اقول في حاله العين عندها ضغط؟ اذا كان فوق 140 على 90 او السيستول زاد 30 والدايستول زاد 15. دي غلط. انت تمشي على دي في الحالات كلها. يبقى فوق 140 90 اقول العينه دي عندها هايبر ايه؟ هايبر تنشن. طيب نيجي هنا الايديما. قال لك في اوكل تو مانيفست. ازاي اعرف الاوكل؟ بالوزن. بتزيد 2 باوندز بير ويك او 6 باوندز بير مانث، اللي هو 1 كيلو او 3 كيلو بير مانث. ده اوكل بيترسب في الانترنال اورجنز. بعد كده تبقى مانيفست زي ما انتم شايفين كده من تحت لفوق. اول حاجه للانكل يبقى دي بلس 1، للني بلس 2، للفالفا بلس 3، للور ابدومن بلس 4، كل الجسم بلس 5 اسمه اناساركا. وقلت لك ازاي هاو تو اكزامين القديمة، بضغط بايديا الاثنين على الميديا لو اللاين ايكوالي عشان اعرف دي يونيلاترال ولا بايلات. جينا البروتونوريا، دي اخر حاجه بتظهر ودي نوت سيفيريتي. حاجه من الاثنين، لا اما اجمع 24 بول واشوف كميه البروتين اذا زادت عن 300 ملي جرام بير 24 اورز او 0.3 جرام، هي بير 24 اورز، احلف ان عندها ايه؟ بروتونوريا. امال بلصات بقى عباره عن ديبك سيكتس، عباره عن شرايط تتحط في البول تعرفك دي موجوده ولا لا. اذا طلع بلس كام وبلس كام اقول مايلد بري كلامسيا، بلس 1 او بلس 2. قبل ما نقلب الصفحه الجايه، هايبرتنشن فوق كام كام؟ 140 على 90 اوكلت. اذا الوزن زاد زي ما قلنا 1 باوند 2 باوندز بير ويك او 6 باوندز بير مانث، المانيفست بتعمل بالكلينيكال اكزامينشن. امتى اقول بروتونوريا؟ فوق 300 مللي جرام في ال 24 ساعه او بلس 1 او بلس ايه؟ 2. قلنا ده ديزيز اوف ساينز. طب تعالى سيمتومز.
كنا حفظناها ودي اسمها warning symptoms during pregnancy ودي not severity. كنا واخدينهم اول حاجه هيدك من فوق لتحت على جسمنا، اثنين blurring of vision اللي هي visual disturbance. طيب هل blindness reversible ولا irreversible؟ قلنا ريفر لان البريكلانس ليفز نوت ريس، ما بتسيبش اثار. جينا بعد كده على الاستومك نوزيا فوميتنج، على الليفر ستريتش غالبا الليفت لوب فبيعمل حاجه اسمها ايبيجاستيك بين. بعد كده يجي على الكدني اوليجوريا على البلاسينتا بليدنج، حركه البيبي ديمينشت فيتال موفمنت، ما تنساش لور لمب ايه سويلنج مش اديما دي سامبل. احفظهم على جسمي هيدك بلورنج اوف فيجن vomiting, epigastric pain, diminished fetal movement, oliguria, vaginal bleeding, lower limb ايه؟ سؤال. بس ما تنساش ان انا بزود عليهم كلمة discharge. يقول لي ايه؟ ديت اسمها warning symptoms. يعني هاخدها في الشيت لو اخد شيت انتريتر كده. يبقى انا بحفظهم على جسمي من فوق لتحت. headache, blurring of vision, vomiting, epigastric pain, oliguria, diminished fetal movement, vaginal bleeding, lower limb. هل دول specific؟ non-specific بس دي نوت ايه؟ سيفيرتي. وانس لقيت حاجه في الحاله زي دي هعمل ايه للعيانه؟ ترمينيشن اللي هي بيسموها سيمتومز اوف بري اكلامس. نرجع من الكلام ده هدخل على الكلاسيفيكيشن اوف بري اكلامس. كنا قسمناهم ايه بقى؟ كنا قسمنا البري اكلامس يعني البري اكلامس يا مرحله واكلامس، بس بينهم خط اسمه ايمننت. يعني ايه كلمه ايمننت؟ العيانه بعمل لها النير جيرك لقيته اكزاجريتد، بيسموها هايبر ريفلكسيف. imminent يعني about to convulse زي ما هنشوف بعد شويه، هعالجها معامله مين؟ اكلامس. جينا بعد كده في نوعين mild and severe. لسه واخدين mild، هاخد دلوقتي بقى symptoms و signs و investigation complete denote ايه؟ اذا لقيت حاجه من دول equal termination. symptoms هحاول نفتكرهم من فوق لتحت: headache, blurring of vision, vomiting, epigastric pain, oliguria, diminished fetal movement, vaginal bleeding, lower limb. تكتب signs. انا فوق كام اقول مايلد بري اكلامسيا؟ 140 سي زود 20 فوق 20 تحت يبقى 160 على 110 يبقى ده سيفير. ان دي البومين احنا قلنا فوق كام؟ لسه قايلين 300 مللي جرام 0.3 جرام بير 20. هنا اكتر من كام؟ 5 جرام في ال 24 ساعه. امال هناك بلس 1 وبلس 2، امال هنا بلس 3 او بلس 4. جينا الانفستيجيشن لقيت وظائف الكبد بايظه، وظائف الكلى بايظه. ان هي كومبليكيشن، إذا لقيت العيان بتبقلل اللي هي يسموها بالمونري إديما، إذا لقيت العيان عندها هيلب سندروم، اختصر كلمة هيلب، اتش هيمولز اوف ار بي سيز، اي ال، الفيتد ليفر انزيمز، ال بي، لو بليتليت كاونت، ده ايكوال ايه برضه؟ ترمينيشن، ده 2-4% من حالات البري كلامس. جينا بعد كده على الدي اي سي، إذا حصل، لأنه بيعمل اندوثيريال دامج وكولاجين اكسبوجر، فبيحصل موضوع اسمه دي اي سي. دايما تفتكروا ماتيرنال وتنسوا مين؟ اي او جي ار. يبقى اذا جاب لك في الحاله ان البيبي ده اي او جي ار هقول له ايكوال ايه؟ ترمينيشن. نحاول كده نفتكرهم ايه كرايتيريا اوف سيفيريتي؟ سيمتومز هيديك بلورنج اوف فيجن فوميتنج ايبيجاستريك بين اوليجوريا ديمينش فيتال موفمنت فاجينال بليدنج لور ليم. ساينز ضغط فوق كام انهي؟ اكتر او يساوي 160 على 110. قلبه من اكتر من كام؟ اكتر او يساوي 5 جرام في ال 24 ساعه او بلس 3 او بلس 4. ايه الانفستيجيشن امبيرد؟ ليفر اند كدني. ايه كومبليكيشنز؟ بالمونري و هيلب سندروم ودي اي سي، وما تنساش في البيبي ايه؟ اي او جي ار. جينا بعد كده على انفستيجيشنز. ايه الانفستيجيشنز بتاعت الفري كلانس؟ واحد تو سكرين. ازاي اعمل سكرين؟ كنا بنعمل حاجه اسمها يوتراين ارتري دوبلر من 18 ل 24 اسبوع، الاقي حاجه اسمها دايستوليك ايه؟ نوتش. او الاقي الار اي اخباره ايه؟ احنا قلنا يعني ايه كلمه ار اي؟ ريزيستنس تساوي البريفرال ريزيستنس. كل لما تزيد تعرف ان الدم اللي رايح للبيبي اخباره ايه؟ قليل. بعد كده تو كونفيرم زي ما اتفقنا. اخر حاجه تو ديتكت كومبليكيشن. يعني واحده بتشتكي من هيدك اعمل سي تي سكان، واحده بتشتكي من بلورنج اوف فيجن اعمل فاندس اكزامينيشن، هعمل كدني وليفر فانكشن تيست. بس في سؤال، ليه الالكلاين فوسفاتيز ما ياخدش يوز؟ حتى فاكر كان برودوس باي بلاسنتا. امال ليه اليوريك اسيد الوحيد اللي بقيسه؟ عشان دي اكيوت كونديشن، والاكيوت كونديشن بيعرف فيها مين بس؟ يوريك مش كرياتينين. جينا بعد كده بنعمل بلاسنتال انسفشنسي تيست والترا ساوند تو دايجنوز ايه؟ اي او جي ار. دي انفستيجيشن تو ديتكت كومبليكيشنز. ايه بقى الكومبليكيشنز؟ اهي كنا قسمنا الكومبليكيشن ايميديت اند ريموف. يعني ايه ريموف؟ تم بحرف الار
اي عينه بتولد الضغط اللي اذا فرضت يبقى اسمه ريزيديوال هايبرتنشن. اي عينه بيجي لها غالبا برايمري جرافيتا اذا حصل ريكرنس يبقى ده غالبا برضه كومبليكيشن. نيجي للاميديت ماتيرنال وفيتال انهي نص؟ كنا فاكرين ان اي مرض بيبتدي من اول حمل لاخره بيعمل حاجتين. اذا كان في الفيرست هاف بيعمل ابورشن كونجنيتال فيتال مالفورميشن في سكين، في السكند هاف بيعمل اي جي ار انترترم فيتال ديس بريترميليبر نيونيتال ديث. هنا ده في السكند هاف بيعمل انهي نص؟ التاني. في الام افتكر كلمه اير دي اهم حاجه. طبعا ده يعتبر السكند كومن كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي. امال الفيرست كومن مين؟ بوستبارتم هيموريدج. قلنا ده بيعمل اير اي اكلامس اي اكسيدنتال هيموريدج ار رينال فيلير. وممكن نزود بس دول اهم ثلاثه اللي هو اكلامسيا اكسيدنتال هيموريدج اند رينال فيلير. جينا بعد كده على الديفرنشال دايجنوز. اول واحد الايديما. اذا انا فحصت العيانه هعرف دي يونيلاترال ولا بايلاترال. اذا كانت يونيلاترال مصيبه من اربعه ايه هما؟ لوكال كوز زي دي بي تي مالينجنسي لينفيديما و سيلولايتس. امال اذا كان بايلاترال حاجه من الاثنين لا فيسيولوجيكال لا باثولوجيكال. فيسيولوجيكال اللي هو البريشر باي جرافيتي يوترس. امال باثولوجيكال لا بري اكلامسيا الادرس. افرق بينهم ازاي؟ قلت لك ترفع رجليها اختفى يبقى فيسيولوجيكال، ما اختفاش يبقى باثولوجيكال. جينا بعد كده على بروتونوريا ديفرنشال دايجنوز اوف بروتونوريا. كنا قلنا ذا كومنست كوز اوف بروتونوريا في المنهج از كونتامينيشن باي فاجينال ديسشارج. اعمل ايه عشان اخلص من الموضوع ده؟ ميد ستريم او كاتيتر. طيب نفترض عملت ميد ستريم وكاتيتر يبقى اول سؤال ده خلص. نيجي للي بعده. اذا كان العينه ديت عندها يو تي اي الباس بيديني احساس انه ايه؟ انه قلبه. فاعمل يورين اناليسيس لقيت اليورين اناليسيس نورمال. اميجر البلاد بريشر عندي احتمالين إيه؟ يا اما يطلع عالي يا اما يطلع ايه؟ نورمال. اذا طلع عالي موضوعين لا بري اكلامس لا كرونيك ايه؟ نفرايتس. مين فيهم الالبنوريا قبل الهايبرتنشن؟ النفرايتس. مين فيهم الهايبرتنشن قبل البرنوريا؟ البري اكلامس. جينا هنا نورمال حاجه من الاثنين لا هارت فيلير لا انيميا. اعرفهم ازاي؟ ده كلينيكال دكتور بطنه ده انيميا بلاقي بالور والهيموجلوبين ايه؟ قليل. دي الاسباب. اذا جالي هكتب واحد كونتامينيشن، اثنين يو تي اي، ثلاثه بري اكلامس، اربعه كرونيك نفرايتس، خمسه انيميا هارت فيلير. هاو تو ديفرنشيت ميد ستريم وكاثر تو اكسكلود كونتامينيشن، يورين اناليسيس تو اكسكلود يو تي اي. قلنا هقيس الضغط طلع عالي هشوف مين قبل مين. البلمونوري قبل الهايبرتنشن يبقى كرونيك نفرايتس. انيميا اللي هي هيموجلوبين وبالور يبقى انيميا. اذا لقيت فيه كريبيتيشنز وحاجات بتتسمع على اللونج يبقى العاده دي غالبا عندها تشيست بين يبقى هارت فيلير. جينا بعد كده على موضوع ايكلامسيا. احنا قلنا هناخد كله وفي الاخر هقول التريتمنت. ايكلامسيا هي بري ايكلامسيا بس سيفير اللي احنا سالناه بس كومبليكيتد باي ايه؟ كونفالجنز او فيتس او سيزوس. انهي نوع من السيزوس؟ جراند مان اللي بيبقى فيه ستيجز وبياخد وقت طويل. جينا بعد كده ثلاث انواع انتي بارتم انترا بارتم بوست بارتم. انتي بارتم وهي حامل جالها اكلامس، انترا بارتم وهي بتولد بعد الولاده، بوست بارتم اختارهم. بوست بارتم يبقى اكيد في العالم فيها برين انسلت يبقى اخطر واحد نسبته كام؟ 15%. قلنا بعد كده السبب غير معروف. لا اما اديما لا اما انوكس لا اما ديسريزما. الكوز از ان نون. ده في ناس تلاقيها 120 100 وتلاقيها بتكونفالز وناس 180 110 مفيش كونفالجن. عشان كده السبب بتاعها ايه؟ ان نون. جينا بعد كده على الكومبليكيشن. ايه اهم سبب يموت الاكلامسيا؟ ده بيجي في الامسكيو. انترا كرينيال هيمج. يبقى ذا كومنست كوز اوف ديث ان اكلامسيا از انترا سيريبرال او انترا كرينيال هيمج. جينا بعد كده على كلينيكال بيكتشر اهي. كان في كام ستيج؟ اربعه. يبقى اذا جالي تحليل هشرح سيفير بري كلامس واشرح له الفيتس بترتيبها. اذا تعرضت لعين الضوء لصوت ابتدي اول ستيج اسمه بريمينيتري او اسمه برودروما. يلي طولك تخشب يلي كرونيك يلي كوما. قلنا نص زائد نص يساوي دقيقه وما تنساش اخر واحد بيبقى ايه؟ فاليبل على حسب الديجري اوف اسيدوز. اول واحد بريمينيتري عينيها ترفع لفوق اللي هي الايز رولد اب وتلاقي تويتشز في ايديها ووشها. امال تونيك ستيج تلاقي اوست على السرير اسمها اوبيثوتونس وتلاقي لونها ازرق عشان السبيراتوري ماسس حصل لها ايه؟ سبازم. امال الكرونيك هو الصوره دي بلاقي حرارتها عاليه احنا قلنا لما بتعمل مجهود كل عضله بتكونتراكت وتفلكس بسرعه. تنج مي بي بيتن الاقي ستيرتورس ريسبيريشن. اخر حاجه بلاقي كونفرجن. ليه وشها محمر؟ عشان زياده التمبريتشر. الكوما ده اخر ستيج ويز فاليبل.
ايه الديفرنشال دايجنوز اوف ايكلامسيا ايبيليبسي؟ افرق ازاي الايبيليبسي؟ هتقول لك هيستوري اوف ايبيليبسي، هيستوري اوف انتي ايبيليبتيك دراجز، مفيش هايبرتنشن، مفيش بروتينوريا، والاورا بتاعه الايبيليبسي كام ستيج؟ كتير. امال هنا وان ايه ستيج؟ يبقى ده ديفرنشال دايجنوز كلمه ايبيليبسي. جينا للدايابيتس، كان اهم سؤال في الدايابيتس كومبليكيشن. ايه كومبليكيشنز اوف دايابيتس في حمل الخصر؟ هو ده اللي بيجي تحليلي. ايه كومبليكيشنز اوف دايابيتس؟ هقسمها ماتيرنال وايه؟ وفيتا. والفيتا فيرست وسكند اوف، قلنا زودنا كلمه ماكرو سوميا اللي هو مره مكبير. تعالى نشوف الماتيرنال كومبليكيشن. اثناء الحمل 5 بيز، افكرك اثناء الولاده والبربوريوم برضه 5 بيز، هما تاني. اول حاجه ان الدايابيتس لما بيقعد فتره طويله بيعمل فاسكولار تشينجز، فبيعمل فازوكونستريكشن، فبيعمل موضوع اسمه بري اكلامس. ما تنساش ان البيبي دايما ما عندوش طاسه بيجي في الدايابيتس، فممكن يساعد على وجود بولي هيدرانوس. بعد كده البيبي فحل، فالماشينه كبيره فبتاخد فوق وتحت وبتعمل بلاسينتا بريجا. الاميون تضيع، تي سيل ديس فانكشن، فيجي لها تو تايبس اوف انفكشن، هما بلورايتس فالبي اند بايلو نيفرايتس. يبقى هما الفايف بيز اثناء الحمل عشان اسمعهم. واحد بري اكلامس، وده بروجنوز وحش جدا، يبقى اكيد بقاله سنين. اثنين بولي هيدرانوس عشان الان انكفل. ثلاثه بلاسينتا بريجا عشان بيبي ايه؟ كبير. اثنين ليهم علاقه بالاميونتي، بلورايتس فالف اللي هي المونيليا وبايلو نيفرايتس. جينا بقى اثناء الولاده، قلنا حاجتين عكس بعض، لا تولد قبل ميعادها ما تولدش خالص. تولد قبل ميعادها اسمها بريترم، لا الا ايه؟ لا سبونتينيوس لا انديوز. العيانه ديت حامل فيه بيبي ضخم، فبيعمل ستارلينج لو كونتراكشنز بدري، حامل في ميه كتيره، يبقى ده سبونتينيوس، امال انديوز. اذا كنت انا حاني على الحمل عشان خايف على الام. نيجي للبرولونجد اوبستراكتد ليبر، ليه دايما يجي لها شولدر ديستوشن؟ البيبي ضخم، فيه الراس تعدي الشولدر لا، حتى قلنا الساين بتاعتها اسمها تيرتل ساين، ومشهوره اسمه انيفنت اوف دايابيتيك ماذر. جينا لتلات حاجات بعد الولاده، ليه بيجي لها بوستبارتم هيموجراين؟ اتونيك اوفر ديستنشن، تروماتيك فيل معدي، بيربل سيبسيس، اميون تضيع. ليه بيجي لها دي بي تي وبالمونري امبوليزم؟ ساعات دي تخينه هتعمل قيصريه، فيجي لها بالمونري كومبليكيشن دي بي تي اند بالمونري امبوليزم. يبقى هما 10 بيز نحاول نفتكرهم كده. اثناء الحمل كان بري اكلامس، بولي هيدرانوس، بلاسينتا بريفيا، اميونيتي، برورايتس فالفي، بايل نيفرايتس. اثناء الولاده حاجتين عكس بعض، بريتيرم برولونجد اوبستراكتد ليبر، ثلاث حاجات بعد الولاده، بوسبارتم هيمرج، بيربرال سيبسيس، بالمونري كومبليكيشن. طب نرجع فيتال ان اني فانت اوف دايابيتيك ماذر، كنا قلناهم مورم وكبير، ثلاثه هايبو، ثلاث الوان، مضروب معيوب ملتهب، نحاول نفتكرهم. اول حاجه ماكروسوميك اللي هو مورم وكبير. الحاجه الثانيه ثلاثه هايبو اللي هما هايبوجلايسيميا، هايبو كالسيميا، هايبو ماغنيسيميا، وزودنا هايبوثيرميا. بعد كده ثلاث الوان، ازرق ار دي اس، احمر بوليساسيمي، اصفر جوندس، مضروب لايبل فور تروما، معيوب كونجنت انوميلز، وملتهب لايبل فور انفكشن. دي اسمها اني فانت، ده السؤال الوحيد اللي بيجي تحليلي في السكر اللي هي كومبليكيشنز اوف دايابيتس. نيجي السؤال هنا مهم في الشيت، ايه انواع دايابيتس؟ اهم واحد عندي اللي هو ده اللي هو اسمه بوتنشال. امتى اقول بوتنشال دايابيتس؟ يعني امتى اقول في الشيت دي هاي ريسك؟ ده دايما في الشيت بتاع السكر. هتقول له اللي عندها سترونج فاميلي هيستوري اوف دايابيتس، اللي عندها وزن اكتر من 90 كيلو، اللي عمرها اكتر من 35، اللي عندها باد اوبستريك هيستوري زي ايه؟ بتجيب عيال افيال اللي هي مقصومه، بتجيب تعمل عندها هابيتشوال ابورشن مش معروف، هابيتشوال انتراتران فيتال ديس، وعندهم كونجنتال ايه؟ انوميلز. اللي بيجي لها ريكارنت يو تي اي ومونيليا، اللي بيجي لها بولي هيدرامس، ده صم في الشيت. يبقى ما حد يجي يقول لك مين هم الهاي ريسك، تقول له الهيستوري اللي احنا قلناه ده. امال ايه اللي الليتن ده اللي هو يساوي جستيشنال دايبيتس اللي بيسموه كامل. واحده اول ما تحمل يظهر السكر، ده بيظهر في اي نص؟ في النص الثاني ويختفي بعد الولاده. اسمه ليتن، كيميكال مش مهم، كلينيكال مش مهم. يبقى اهم اثنين بوتنشال اند ليتن. السيمبتومز اوف دايبيتس كلهم بحرف البي. كومن سيمبتوم از اسيمبتوماتيك، واكتشفوا احلى بالانفستيجيشن. تدخل حمام كتير بولي يوريا، تشرب ميه كتير بولي نفسي، تاكل كتير وتخس بوليفيجيا وزويت لوس. بدل ما اقول باراليسيس هقول ايه؟ فاتيل، باراسيزيا تنميل، بلورايتس فالف قلنا زودنا بلورنج اوف فيجن، يقول لك عندي زغلاله في العين.
ده بالنسبه للارقام. نيجي بقى ليه هاو تو سكرين العينه دي هاي ريسك ولا لو ريسك. اذا كانت لو ريسك يبقى العينه دي كفايه اعمل لها فاستنج بلاد شوجر اند 2 اور سبورتس بلاند او راندوم لو سكر ايه عشوائي. امال اذا كانت العينه دي ريسك قلنا هتبلع 50 جرام جلوكوز اول ما تاخدهم اقيس بعد ساعه الاقي فوق 140 ملي جرام بيرسنت العينه دي ريسكي. امتى احلف؟ اذا عملت حاجه اسمها 3 اورز جلوكوز تولرنس تيست. كنا قلنا الارقام بتاعته الفاستنج 95، الفيرست اور 165، السكند اور 145، الثيرد اور 125. يبقى ده امتى اقول سكر؟ تو ريدنجز اور مور ابوف نورمال. يبقى كده حلفت العينه دي عندها سكر. هل اقيس فور ماتيوريتي العينه دي ليسس ان سفينجو ماينر ريشيو؟ قال لا لا، بقيس حاجه اسمها فوسفاتيدايل ايه؟ جليسرول. قلنا ليه ده بالذات؟ عشان الانسولين اللي بيطلع من البيبي بيعمل فيه ايه؟ بيقلله. يبقى انا في حالاته السكر بقيس ال اس، بقيس مين؟ فوسفاتيدايل جليسرول. نيجي للهارت ديزيز والبريجنسي. كنا قلنا الهارت ديزيز ده يعتبر اخطر واحد فيه، ده ممكن يموت العيانه وده يعتبر من اسباب الماتيرنال مورتاليتي. من اسبابه روماتيك هارت ديزيز نسبته كام؟ 85%. اهم موضوع فيهم مايترال ستينوزز اللي هو ضيق في الصمام المترابي. نيها كلاسيفيكيشن ده بيجي في الشيت، هقسمه حاجات معينه كلاس 1 2 3 4. اول واحد كلاس 1 اسالها ايه اخبار شغل البيت؟ قالت لك ولا حاجه بعمله، يبقى دي كلاس 1. كلاس 2 تقول لك بعمله بس بنهج، يبقى كلاس 2. امال كلاس 3 بعمله بس ما بكملش شغل البيت، يبقى كلاس 3 بتنهج قدامك اللي هي بيسموها ديسني اور ريست، يبقى كلاس 4. وقلنا ان الحمل بيعمل ايه في الكلاسز دي؟ بيورثن كل واحد 1 جريد. طب نفترض طلع سلالم ووصلت اخرها ونهجت، ده السيش كام؟ 2. طب نفترض وهي بتطلع في وسط السلالم يبقى كلاس 3. يبقى اذا وصلت اخر 10 سلالم ونهجت يبقى 2، وهي بتطلع السلالم يبقى كلاس كام؟ 3. مين انهي فيهم الحمل؟ 3 و 4 مين بكمل فيهم الحمل؟ 1 و 2. يبقى انا في الشيت هيجي لي 1 و 2 بس. هسالك ايه اخبار شغل البيت؟ كويس يبقى كلاس 1. ايه اخبار شغل البيت؟ قالت لك بتعب فيه يبقى كلاس ايه؟ 2. وقلنا ان هي كلاسيفيكيشن بني على كلاس 3 و 4 عشان ده اسمه دي كومبانسيت. جينا بعد كده على الايفكت اوف بريجنسي على ميديكال ديس اوردر. كان بيحصل هارت فيلر، ثلاث مواعيد واختار اخطرهم. يا اما من 24 ل 32 اسبوع عشان الكارديك اوتبوت زاد والفوليوم زاد فده بيبقى لود على الهارت. يا اما في الفيرست السكند ستيج والليفر وهي بتحزق، يا اما الثيرد ستيج والماشين ما بتتولد. انهي ستيج صعب امنعه؟ ثيرد. كنا قلنا 24 ل 32 هحجزها وكنترول فلويدز. كنا قلنا ستريننج هديها سيداتيف او خليها في عالم اخر. امال الشيفت اوف بلاد للماتيرنال سيركوليشن ما اقدرش امنعه. اكتر ستيج بيحصل فيه هارت فيلير هو انهي ستيج؟ ثيرد. انفكتيف اندوكاردايتس ازاي امنعه؟ انا كدكتور لسه بدي امبيسيلين جرامايسين واعيده بعد كام ساعه؟ 8 ساعات. جينا بعد العكس بقى، ايه تاثير الميديكال ديزيز على الحمل؟ كنا بنقول ماتيرنال اند فيتال، الفيتال فيرست وسكند هاف، يعني كل الكومبليكيشنز. امال ماتيرنال ليه بولي هيدرامنوس كونجيشن احتقان؟ ليه بريتيرن بولي هيدرامنوس؟ ليه ولاده القلب سهله؟ كنا قلنا سهله جدا. قال لك حجم البيبي صغير، عنق الرحم طري جدا فبيفتح في ثواني اذا ركبت لها اكسوسين. نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر. كنا قلنا في فيسيولوجيكال وفي باثولوجيكال. ايه الحاجات الفيسيولوجيكال اللي لاقيها دكتور القلب؟ اقول دي نورمال. ايبكس اوف ذا هارت شيفت ابورد اند لاترال، دي مش فينتريكولار هايبرتروفي، دي نورمال مع الحمل عشان الرحم. الحاجه الثانيه بسمع فانكشنال سيستوليك ميرمال، ليه؟ البلاد فلو بقى عالي. الاي سي جي ده مش عارف. امال باثولوجيكال ايه الحاجه اللي لاقيها في الحاله؟ اقول ذا هارت ديزيز اوف بريجنسي. تقول لك عندي روماتيك فيفر وماشي على بنسلين طويل المفعول، بس يبقى دي اكيد هارت ديزيز. القلب كبر كارديك انلارجمنت هارت ديزيز. اريزمز ثريل يعني ثريل بالبابل ميرمر، اي نوع من الميرمرز احلف انها هارت ديزيز؟ هل سيستوليك؟ لا دايستوليك او كونتينيوس. طبعا هل دكتور القلب ليه قيمه؟ قلنا لا. امال بنعمل ايه؟ اي سي جي اند ايكو. يبقى عشان اخلص بعمل رسم قلب وايكو كارديوجرام، قلنا التريتمنت في الاخر. نيجي للهايبر ايمز جرافيديرم تحريري. طبعا هارت ديزيز ما بيجيش تحريري قوي، اللي بيجي تحريري اللي هو هايبر ايمز جرافيديرم. يعني ايه هايبر ايمسيس؟ ايمسيس يعني ترجيع، جرافيديرم يعني حمل. فيقول لك هايبر بقى ده نوع خبيث من الفوميتنج بيبقى بيحصل اثناء الحمل،
affecting the general condition of the mother plus or minus ايه pregnant. الموضوع ده خطر، ممكن ترجع 6-7 مرات بيحصل لها الكترولايت امبالانس. احنا قلنا نسبته 1%. ايه احلى ثيوري قالت الهايبر ايمسيزم اللي هو يوسف باشا اللي هو قال اتش سي جي الرجي، ان العيانه بتاعت التوائم ليه بترجع اكتر؟ عشان اس جي عالي. ليه العيانه اللي عندها فيزيكولار مود بترجع اكتر؟ عشان اتش سي جي عالي. عشان كده اجمل ثيوري واحلى ثيوري اللي هي اندوكراين اللي هو بيسموها اتش سي جي الرجي اللي هو ستيميوليشن فوميتنج مين سم. ايه الكومبليكيشنز اللي تحصل من الهايبر ايمسيز؟ والرسمه دي اللي تطبع وتخلص لي ام تاني عن حمل. كنا قلنا على البرين بيحصل حاجه اسمها فيرنكس انكفالوباثي للفيرنكس اليا. فيرنكس اليا لو حصل لها ديجنريشن فديت بتبقى ليت اند ايريفرسبل. تاني حاجه حصل لها ريتينال ديتاتشمنت ليفر جوندس. ليه ليفر فيلير؟ عشان بيحصل فاتي انفلتريشن ليفر. ليه رينال فيلير؟ عشان بيحصل تيوبولار كروز. ليه هارت فيلير؟ عشان براون اتروفي. هما خمس حاجات بتطبع في مخك عشان تطلع امتى تني عن حمل. اني اذا حصل فيرنكس انكفالوباثي، اذا حصل ريتينال هيمرج اند ديتاتش، اذا حصل ليفر افكشن، كيدني افكشن، هارت افكشن، يبقى دولت الكومبليكيشنز بتاعت الهايبر ايمس. طب سببها ايه؟ الكلينيكال بيكتشر. كنا قلنا الباث اوف الفيزيولوجي هيشرح لي الكلينيكال بيكتشر ودي تحريري. ايه الكلينيكال بيكتشر اوف هايبر ايمس؟ اول ستيج اسمه ستيج اوف فوميتنج، العيانه بتصحى الصبح ترجع مره. الموضوع زي بقى ايه؟ صبح وظهر وبالليل. كان بيبقى فيري مايل، دلوقتي بقى فيري سيريل. كان في الاول بترجع اكل، دلوقتي بايل، بعد كده دم اللي هو مالي ريفايس سيندروم. جينا بعد الترجيع والاهمال ابتدت تفقد حاجتين، ايه هما؟ فلويد اند فود. اما تفقد الفود كانها ايه؟ ستارفيشن. اما تفقد الفلويد اللي هي ديهايدريشن اند الكترولايت امبالانس، تقول لك عطشانه وعندها كونستيبيشن والجوريا شبه الشوك بس تمبريتشر ايه؟ عاليه. جينا بعد كده الستيج اللي بعديه، الان هتحرق ايه بقى في جسمها؟ فات، تطلع كيتون بودز، تعمل اسيدوزز فتؤدي الى اند اورجان فيلر اللي هم ايه؟ خمسه فيرنكس انكفالوباثي، ريتينال ديتاتشمنت، ليفر فيلير، هارت فيلير، رينال فيلير. جينا بعد كده على انفستيجيشنز، ايه اهم انفستيجيشن اعملها قبل ما اوريها لك؟ واحده بترجع كتير جدا في البيت واتصلت بيه، اقول لها تعالي ليه؟ عايز اعمل الترا ساوند. ليه؟ تو اكسكلود مصيبه اللي هي مين؟ فيزيكولار مول. انا اذا لقيت فيزيكولار مول هعمل ايه في العينه دي؟ هنزلها واخلص. اوت ويز يبقى ما تنساش دونت فورجيت الترا ساوند ودي اهم واحده فيها. نيجي ليه؟ بقيه الانفستيجيشن بعمل بلاد كيمستري. اذا لقيت اي انهي نون كلورايد هعمل يورين اناليسيس. اذا لقيت اي انهي برضه نون كلورايد يبقى كلمه نون كلورايد دي ايكوال ترمينيشن. جينا على الفندس ممكن اعمل فندس اكزامينيشن واعمل ليفر اند كيدني فانكشن تيست. طبعا اهم انفستيجيشن هتنسوها الترا ايه؟ ساوند تو اكسكلود فيزيكولار مود. ايه الديفرنشال دايجنوز؟ كنا قلنا واحده بترجع في حاله، حاجه من اثنين، لا بريجنسي انديوز لا بريجنسي اسوشيتد. يعني ايه؟ بريجنسي انديوز يعني الحمل هو المسبب للترجيع، اما الاسوشيتد دي بالصدفه زي واحده عندها الزايده حاجه مش تبعي، واحده كانت اكله مش نظيفه جاسترو انترايتس، اما بريجنسي انديوز ده ايكوال ترمينيشن اوف بريجنسي زي هايبر ايمس جرافيديرا زي ما شايفينها وخاصة في عينة برايمي جرافيدا عشان تعرف الخلق ده اجريفيتنج. وما تنساش تاني حاجة سيفير بري كلانس او هيد. وليه قلت كلمة سيفير؟ عشان دي سيمتوم. بعد كده قلنا بولي هيدرابنوس عشان ديستنشن للبريتون ريفلكس. بعد كده اكيوت فاتي ليفر وده ممكن العيانة برضه ترجع واكيوت بايلو ايه؟ نفرس. ليه دايما الاكيوت بايلو فاتس يجي لها فومتنج؟ ده ريفلكس من البين، سيفير بين بيعمل ريفلكس ايه؟ فومتنج. acute pyelonephritis اذا جالك تحليل لازم تكتب معاه asymptomatic bacteriuria. يبقى acute pyelonephritis اذا جالك تحليل لازم تكتب معاه asymptomatic bacteriuria. طيب البايلونيفرايتس ديت معناها inflammation of ايه؟ renal pelvis and parenchyma. اذا قلت لك pyelitis يبقى ايه بس؟ pelvis الاسم الاصح ده لان عمر ما يجي في البلبس غير لما يجي في السبستنس وهكذا. واحد في 200 اهم سبب ليه اورجانيزم اسمه ايكولاي بيوصل عن طريق البلد. ايه البري ديسبوزنج فاكتور؟ حاجه اسمها اسيمتوماتيك بكتيريوريا اللي هي كام اورجانيزم او كولوني فورمينج اورجانيزم بيبقى في السبيسمنت. قال لك هلاقي اكتر من 100,000 رقم ده زي اسمك في تو راندوم سامبلز وي نو سيمتومز. دي اسمها سيجنيفيكانت اسيمتوماتيك بكتيريا. طب اقل من 10,000 اسمها ايه؟ كونتامينيتد. طب من 10 ل 100,000 اسمها انسيجنيفيكانت.
يبقى انا امتى اقلق؟ اذا عدى كام؟ 100,000. قلنا هتتعالج ب كيفالوس بولينز او ادي العيان حاجه اسمها ماكرودانتين او ماكروفيوريل. اني على مين؟ على الانفكشن. اذا ما عالجتهاش هتقلب اكيوت بايلوري فلاس بنسبه 30%، ممكن لينا فيلر. تاني سبب استيزس. هو ليه دايما الاستيزس على اليمين اكتر من الشمال؟ عشان اليوترس قالب على اليمين وربنا حامي الشمال بحاجه اسمها بيلفيك ايه؟ كولون. كنا قلنا ليه استيزس اصلا؟ طلع ان فيه هرمونين في الحمل بيريلاكس البروكسيمال يوريتر، هما مين؟ بروجستيرون اند ريلاكسين. امال مين اللي بيضايق الجزء التحتاني؟ الاستروجين بيعمل هايبرتروفي. جينا بعد كده على المشاكل في الام، هيعمل رينال فيلر في البيبي. ايه كومبليكيشنز؟ زي ما قلنا لا ابورشن لا بريتر. مش معنى الاثنين دول، انا العيانه دي اذا جالها اكيد فاينل فلاتس وما اتعالجتش وكان عندها كيدني واحده، انا بترمينيت بريجنس، يعني ده انفيوز، لا اما سقطها لا اما والدها قبل معدها. ليه دايما المشاكل من السكند ترايمستر؟ ليه مش في الفيرست؟ لان بيبقى الرحم حجمه اكبر في اني ترايمستر. سكند وثيرد ما ينفعش في الفيرست. كلينيكال بيكتشر هلاقي فاهم ايه فاهم دي. فيفر انوركسيا هيديك ماليز وفومتنج ليه؟ ريفلكس. وان انا عندها وجع في جنابها خاصه للناحيه اليمين. اكيوت لاين بين، اجي افحصها الاقي انكريز بالس وتمبريتشر. حط ايدي على عين الانجل الاقي ايه؟ تندرز. هاو تو سكرين قلنا اسيمتوماتيك. طب امتى احلف انها اكيوت بايلوفايتس؟ 10 باسلز بير هاي باور في. ليه دايما ريحه البول فيشي؟ اصل الايكولاي سبليت يوريا انتو امونيا نشاد. في العينه ديت ما تنساش هتكتب كوزز اوف فومتنج في الديفرنشال دايجنوست وكوزز اوف اكيوت ابدومينال بين اللي هي ممكن تيجي مع الحمل. يبقى ده اللي هو بالنسبه للديفرنشال دايجنوست. هراجعهم بسرعه واقول التريتمنت كله على بعض، يعني الادويه مع بعض، الريست كله مع بعض لما اخده بالعرض كده احاول افتكر. قلنا النهارده بري كلانسيا الاسم الثاني بتاعها توكسيميا اوف بريجنس، عشان افتكروا ان البلاسينتا هي السبب. الديفينيشن بتاعها اكيوت كونديشن ان هيومن فيميل ديو تو بريجنس حلها ترمينيشن ديزيز اوف ساينس هايبرتنشن بروتونيا بلس اور ماينس اديما. كنت قلت لك بتظهر بعد 20 اسبوع، امتى تظهر قبل؟ في البولي هيدرانوس، في التوينز، في الفيزيكال انسس 3 ل 7%. ده الكومنز بس بعد مين؟ الانيميا. كنت قلت لك الكلاسيفيكيشن لا مايلد لا سيفير. امتى اقول سيفيريتي؟ اللي افتكر سيمبتومز هيدك بلارنج اوف فيجن فومتنج بيجاستيك بين اوليجوريا ديمينش في تال مومنت فاجينال بليدنج لوور ليم سويلنج. ساينز ضغط فوق 160 110 او ايكوال، البومين فوق او اكثر 5 جرام في 24 اورز بلس 3 وبلس 4، امبيرد ليفر امبيرد كيدني، بالمونري كومبليكيشنز زي بالمونري ايديما ودي اي سي وهل، والبي ما تنساش اي او جي ار. امتى اقول ايمينانت؟ اذا لقيت هايبر ريفلكس اللي هي اكزاجيريتد تندون جير ريفلكس. نيجي للايتيولوجي، مين العيانه اللي جالها بري كلانس؟ قلنا اكستريم يوجوالي برايم جرافيدا نيجرو وبوست فاميلي هيستوري. ايه تاثير الحمل على المرض؟ ايه تاثير المرض على الحمل؟ نيجي المرض على الحمل ريموت وايميديت. ريموت بحرف الار اللي هما ريكارنس وريزيديوال هايبرتنشن. امال ايميديت في البيبي سكند هاف في الام كلمه اي اي اكلامس اي اكسيدنتال هامج ار رينا فيل. ولا تنسى ده السكند كومن كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي بعد البوستبارتم هامج. خدنا السيمبتومز دي نص سيفيرتي. امال الضغط امتى اقول مايلد بري كلامس؟ فوق 140 على 90. امتى اقول اوكلت ايديما؟ اذا زادت 2 باوندز بير ويك او 6 باوندز بير مانث. امتى اقول مانيفيست؟ اذا انا حسيتهم بايلاترال لقيتهم ايكوال على الرجلين الاثنين، وقلت لك بلس 1 لغايه الانكل، بلس 2 لغايه الني، بلس 3 لغايه الفالفا، بلس 4 لور ابدومين، بلس 5 اسمها اناسارك. امتى اقول بروتونوريا مايلد؟ اذا كانت ازيد او يساوي 300 ملي جرام بير 24 اورز او 0.3 جرام بير 24 اورز. اما بلسات بلس 1 وبلس 2. جينا بعد كده على الانفستيجيشن هاو تو سكرين. قلت لك تعمل يوتراين ارتري دوبلر من 18 ل 24 اسبوع هلاقي دايستوليك نوش، والاقي معاه مين؟ ار اي اخبارها ايه؟ عالية. هاو تو ديتكت ذا كومبليكيشنز. لا قالت لك صداع اعمل سيت سكان، قالت لك نظري اعمل فانجس، ليفر فانكشنز الكلانفوس وتيز ما اخدش بيه، كيدني فانكشنز يوريك اسيد عشان دي اكيوت كونديشن، اعمل الترا ساوند عشان اشوف اي او جي ار، اعمل بلاسينتا انسفشنس تيست وتشرح خلاص. جينا بعد كده على الديفرنشال دايجنوز. ازاي اعرف الايديما؟ قلنا باي لاترال كومبريشن على ميديال مالولار، لا يوني لاترال لا باي لاترال. اذا كانت يوني لاترال اربع مصايب دي في تي سيلولايتس لينفيديما و
مالجنس. جينا على الناحيه الثانيه بايلاترال فيسيولوجيكال ويك باثولوجي. فيسيولوجيكال بريشر باي جرافيد يوترس ده بيظهر بعد السكند تريمستر. اما الباثولوجيكال بري اكلامسيا او اي فيلر فارق ارفع رجلي اختفى يبقى نورمال، اما ما اختفاش يبقى باثولوجي. جينا للبروتينوريا كان اسبابها سته اللي هما كونتامينيشن باي فاجينال شارج يو تي اي بري اكلامسيا كرونيك ريفراكتس انيميا هارت فيلر. ازاي فرق مين ستريم وكثر تو اكسكلود كونتامينيشن يورين اكزامينيشن ليه؟ عشان اكسكلود يو تي ار. اقيس الضغط طلع عالي لبري اكلامسيا لا كرونيك، طلع نورمال لانيميا لا هارت فيلر. جينا بعد كده على موضوع الاكلامسيا قلت لك هو سيفير اكلامسيا كومبليكيتد باي فيتس او كونفرج او جراند مال سيزرز. كان نسبه البوست بارتم اللي هي اخطر نوع كام في الميه؟ 15. السبب غير معروف، لا ممكن يكون ايديما انوكسي او ديسريزم. قلنا الاكلامسيا اهم سبب يموتها از انتراكرينيال هيمج. كلينيكال بيكتشر اربع ستيج بريمينيتوري تونيك كلونيك كوما. قلنا نص زائد نص يساوي دقيقه واخر واحد مين فاريبل. قلنا البريمينيتوري ايز رولد اب تويتشز في الفيس والهاند. خدنا التونيك كانت اوبيثوتونس ويز سايانوزيس عشان الاسبيراتوري مصر سباس. امال الكلونيك هلاقيها هاي تمبريتشر كونفالجنز تانج ميبي بيتل ستيرتوس اسبيريشن وتبقى كونجستد اخر ستيج كوما اكوردنج تو ديجري اوف از. ازاي فرق بين ده والاكليبسي؟ history of epilepsy, history of anti-epileptic drugs, no hypertension or proteinuria, aura of different stages. جينا على الدايابيتس قلنا complications بتاعته هي نتيجة تحليل وهي دي الوحيدة اللي تتذكر في التحليل. قلنا أثناء الماتيرنال وفيتا كان 10 بيز اللي حاول تكرهم أثناء الحمل pre-eclampsia, polyhydramnios, placenta previa, pyelonephritis, pruritus vomi. أما أثناء الولادة حاجتين عكس بعض preterm, prolonged obstructed liver. أما بعد الولادة فيربروسيبسيس بوسبارتام هيمرج و بالمونري كومبليكيشن دي في تي اند بالمونري ايبوليز. جينا على الماكروسوميا قلنا انيفنت اوف دايابيتيك مادر. ماكروسوميا ثلاث الوان ريسبيراتوري سيست سندروم بوليسيسيميا جونز ثلاثه هايبو هايبوجلايسيميا هايبوكالسيميا هايبومغنيسيميا هايبوثيرميا. وخدنا مضروب لايبل فور تروما معيو كونجنتال انوميلز لايبل فور انفكشن. جينا بعد كده على هارت ديزيز كنا قلنا ده سببه روماتيك هارت ديزيز كام في المية؟ 85% في الخاصة مايترال ستينوز. كنا قلنا ان ده الكومنز كوز اوف ديث بعد الهايبرتنشن وبعد مين؟ البري كلام سوري البوست بارت. كلاسيفيكيشن ليها كلاس 1 نو ديسكمفورت اون اوردينري اكتيفيتي كلاس 2 سام ديسكمفورت اون اوردينري اكتيفيتي كلاس 3 ديسكمفورت اقل من اوردينري اكتيفيتي كلاس 4 ديسني اون ريست. امتى دي؟ هنشوف دلوقتي. كلاس 3 و 4 دايما البريجننسي بيورسن باي ايه؟ باي 1 جريد. قلت لك طلعت السلالم لاخرها وكملت ونهجت يبقى كلاس 2. طب وهي بتطلع يبقى كلاس 3. ما تنساش تاثير الحمل على الهارت ديزيز بيعمل هارت فيلر ثلاث اوقات من 24 ل 32 اسبوع عشان بلاد فوليوم زاد والكارديو كونكود زاد. سكند ستيج عشان الستريننج. ثيرد ستيج عشان شيفت اوف بلاد تو ماتيرنال سيكويشن. اختارهم ثيرد الفكتيف اندوكارديتس كنت بدي امبلسلين جرامايسين يتعاد بعد كام ساعه؟ 8 ساعات. جينا بعد كده ليه بيعمل بولي هيدرامس كونجشن؟ ليه بيعمل بريتر عشان بولي هيدرامس لولاده القلب سهله بيبي صغير وكونجست سيرفكس فطري دايما بيعمل فيرست اند سكند هاف كومبليكيشن. كلينيكال ايه الحاجات النورمال نلاقيها في حالات الهارت ديزيز؟ شيفت اوف ذا ايبكس ابورد اند لاترال فانكشن ستوريك. امال ايه الحاجات الاب نورمال؟ اذا لقيت دايستوليك او كونتينوس مرمر اريزميا هيستوري اوف روماتيك فيفر وبنسلين لونج اكتيف بنسلين كارديوميجالي وثريل ده بالنسبه هل دكتور القلب ليه قيمه؟ قلنا بنعمل اي سي جي وايه وايكو. جينا على الهايبر امس قلنا ده برينيشنال كونجيشن احتقان الهارت فيلر بيعمل احتقان فبيطلع ميه من البيبي كتير كده خلاص والام البلاسنتا. هايبر امس جرافيديرم ده برينيشنال تايب اوف فوميتنج وبيحصل اثناء الحمل وبيأفكت الجنرال كونديشن اوف مادر اند فيتس نسبته 1 في 200. اهم ثيوري الرجي الاتش سي جي. مين العينه اللي عرضه للهايبر امسيس؟ فيزيكولار مون توينز برايمي جرافد عشان نيوروتيك. جينا بعد كده على ايه كومبليكيشنز ممكن تحصل من 5 فيرنيكس انكيفالوباثي ريتينال ديتاشمنت از ريفرسبل وكيدني فيلير وريفر فيلير وهارت فيلير سببه اسيدوز. كنا قلنا اول ستيج اسمه ستيج اوف فورم بيبقى مايل دي ال بي سيفير بيبقى تايم سبيسيفيك بعد كده نو تايم سبيسيفيك بيبقى فود بعد كده بايل بعد كده ايه بلاد.
بعد كده بتدخل في ستيج اسمه دي هيدريشن الكترولايت امبالانس اند ستارفيشن اهملت كيتون بودز اكيوميليشن اند اند اورجان فيلر. جينا بعد كده قلنا ايه الانفستيجيشنز بتاعتها هتنسوا حاجه مهمه قوي الترا ساوند تو اكسكلود فيزيكولار مول اند توينز بلاد كيمستري نو كلورايد يورين اناليسيس نو كلورايد فاندس اكزامينشن كيدني اند ليفر فانكشن تيست ديفرنشال دايجنوز ايه بريجننسي انديوسد فوميتنج هايبر ايمسيس سيفير بي كلانسيا اكيوت فاتي ليفر اكيوت بايلي فراكتس بولي هيدرامس امال ايه البريجننس اسوشيت جاسترو انترايتس واكيوت ابدومين. جينا بعد كده على الاكيوت بايلي فراكتس قلت لك ده اكيوت انفلاميشن اوف ذا رينال بيلفس اند بارينكيما نسبته 1 في 200 كنت قلت لك كوز اوف اورجانيزم ايكولاي المود اوف ترانسميشن بلاد ايه البري ديسبوزيت فاكتور اسيمتوماتيك بكتيريولا اكتر من كام 100,000 كولين فورمينج يونت برملي وقلت لك ان هو لازم اخد تو راندوم سامبل امال ستيزس ايه سبب بروجستيرون اند ريلاكسين بيريلاكس بروكسيمال يوريتر امال الاستروجين بيعمل هايبرتروفي للديستال يوريتر. جينا قلنا ليه رايت اكتر من ليفت عشان ديكس روتيشن اوف ذا يوترس اند ليفت بروتكتد باي بيلفيك كول. جينا بعد كده على الكومبليكيشن ممكن يعمل لينا الايه فيلير على البيبي ابورشن او بريترم سببه انديوس. جينا بعد كده على الكلينيكال بيكتشر كونستيتيوشنال سيمبتوم بلس فوميتنج هتقول لك عندي غالبا رايت لاين بين ايه اني ترايمستر سكند او ثيرد عشان بريشر اما زياده التمبريتشر وزياده البلس نيجي نحط ايدينا علينا الانجل حلاقي تندر بس انفستيجيشن تو سكرين عليها اكتر من 100,000 كولني فور مليون بير ميلي تو راندوم سامبلز البسلز اكتر من كام اقول 10 بسلز بالهاي باور فيلد ما تنساش ليه فيشي عشان ايكولاي سبليت يوريا انتو امونيا. اخر حاجه ما تنساش ان هو الايه الديفرنشال دياجنوز مع اكيوت ابدومين وي فوميتنج وسبريجنس نيجي بقى ناخد تريتمنت كله على بعض. اول حاجه عندنا بريفنشن بري اكلامس ازاي اعمل لها بريفنشن حتى حاجتين لا اما فيتامين سي واي ليه على اساس ده انتي اوكسيدان لا اما دي اسبرين لو دوز اسبرين لان بينهبت الايه ثرومبوكسين اي 2 امال اكلامس اعالج مين بري اكلامس امال الدايابيتس ديت طبعا اعمل ايرلي ديتكشن اوف دايابيتس اللي هو خاصه مين جيستيشن اللي بيظهر في انهي نص بشوف العين البوتنشال. جينا اللي بعدهم هارت ديزيز دي ملهاش بريفنشن هايبر ايميسيس اعالج ايميسيس يبقى لازم يتكتب اكيوت بايلر فرايتس اعالج اسيمتوماتيك بكتيريوم. نيجي بقى للتريتمنت اهو تريتمنت ليهم كله خلاص اثناء الحمل اثناء الولاده بوست بارتم كنا خدنا السكين ده انا همشي بالعرض يعني ايه همسك اول حاجه بري اكلامس لو هكتب كده ريست 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 وامشي بقى بالعرض كده يبقى انا ماشي بالعرض حتى في الادويه. ناخد اول حاجه بري اكلامس الوحيده اللي غبيه ليه بقى؟ لان في نوع اسمه مايلد ونوع اسمه ايه؟ سيفير. المايلد اذا كانت قريبه من الترم هعمل ايه؟ ترمينيشن. طب اذا كانت قوي بعمل كونزرفاتيف تريتمنت. تعالى بقى على الريست اني وضع العيانه هتنام فيه ليفت لاترال بوزيشن ليه بيزود البلاسينتا بيرفيوجن والريست ده بيعمل ايه في الضغط بيقلله. امال اكلامس سينجل سيمي دارك مش دارك دارك دي مخيفه كوايت روم ليه عشان ما يجيلهاش كونفالجن. امال السكر ريست ان هوسبيتال انت حالتين اذا كنت هتظبط جرعه الانسولين او كل عانه جالها دايابيتك كيتو اسيدوز. امال هنا ريست من 24 ل 32 اسبوع ليه؟ عشان البلاد فوليوم بيزيد والكارديو وبتنام في وضع اسمه سيمي سيتنج وقلنا الكلام ده غالبا من كلاس 2 فيما فوق. جينا بعد كده للهايبر ايمسيس ريست ان سيبريت روم نو فيزيتورز خاصه الزوج خلاص لان اذا شافته هترجع. جينا بعد كده على البايرن فايتس تنام على الجنب الرياحه ريست اون هير سايد ليه؟ for proper drainage عشان دايما لما تنام على جنب الرياحه يحصل بروفنش نطلع. الدايت بري اكلامس يا سولت ايه؟ ريستريكشن ولا شعر ملح خلاص كل دي لا اكلامس ام بي او يعني nothing per os او per oral. امال السكر بالانس الدايت 30 ل 35 كيلو كالوري بكيلو جرام بير داي 50% كربوهيدرات 30% بروتين 20% فات. جينا بعد كده على الهارت ديزيز سولت ايه؟ ريستريكشن عامله زي البري كلانس الهايبر ايميسيس ام بي او بس لمده 48 ساعه عايز تدي فلويد تدي ايه؟
ادي كله ما عدا الجلوكوز. ليه؟ بيشفط ميه فبيزود الفيرمكس. ويا ريت تدي فيتامين بي 1 اللي هو ثيامين عشان الليفر ايه سبورت. قلب بعد كده على سيمي سوليد ثم سوليد. امال الفايل نيفرايتس لايت دايت خرايايا واكسس ايه فلويد تشرب سوائل بروبر ايه درينج. قلنا كلهم اوبزرفيشن لمين ومين؟ للمادر اند فيتس. جينا بعد كده على الميديكال ادويه هنقارن بين سيفير ومايل. سيداتيف هنا فينو ايه باربيتون حاجه فيري مايل. امال هنا مورفين دايازيبام اللي هو الفاليوم. امال انتي هايبرتنسيف هنا الفا ميثايل اديه ولا لا؟ طب اسمه كاتب لا خلاص بس في الشفا او في التحريري. قلنا هنكتب ان بي سام ريكومند نو انتي هايبرتنسيف. ليه؟ لان الهايبرتنشن هو اللي بيزق دم للبيبي. اذا انا قللته ممكن البيبي ده يموت. يبقى انا هو ما تنساش الفا ميثايل دوبا في منه 250 مللي جرام وفي منه 500 مللي جرام. طيب هنا هدي هايدرالازين او لا بيتا لول. قلنا لا بيتا لول ده الفا اند بيتا بلوكر او 9 في دي بين دايوريتكس ممنوع عليه عشان العين عندها هيمو كونسنتريشن. هتزود الهيمو كونسنتريشن في البيبي مو. هنا الدايوريتك ممنوع غير في حاله واحده بس بالمونري اديما بلد. ولا تنسى مغنيسيوم ايه؟ اذا انت نسيته راح كل حاجه. يعني في الامتحان لازم اشرح المغنيسيوم صفريت باي طريقه اتكلم عليه ايه كلام. جينا بعد كده على الاكلامس. طب ما هي هي مين؟ السيفير بري اكلامس ادويتها بالمغنيسيوم صفريت. طب اذا قال لي ايمينانت اكلامس هعملها معامله الاكلامس. جينا بعد كده على السكر الانسولين. قلنا الدوز بتاعته ازاي بتتحسب. كنا قلنا اذا كان العاده ديت اقل من 50 وحده في اليوم اعمل ايه؟ اذا كانت اكتر من 50 وحده في اليوم اعمل ايه؟ اذا كان اقل من 50 بدي سنجل مورنينج دوز بنسبه 2 الى 1 ام بي اتش ريجولار. امال اذا كانت ازيد من 50 هقسمها مورنينج وايه؟ وايفنينج. قلنا ايفنينج ده الساعه 5 المورنينج ده بيبقى دوز تلتين وهنا تلت. بقسمها 2 ل 1 امال بالليل 1 الى اقل الام بي اتش. قلنا رقم 90 هو ده اللي بيجي لك في الامتحان. ازاي توزع الدوز بتاعته؟ تقول له 60 الصبح 30 بالليل. ال 60 40 و 20 امال بالليل 15 و 15 يبقى ده الانسو. جينا بعد كده على الهارت ديزيز. امتى تدي ديجيتالز؟ امتى ادي ديجيتالز؟ اذا كانت اون ات بيفور بريجنسي او اذا كانت العانه ديت زي ما قلنا كلاس 2 فيما فوق. جينا بعد كده على الهايبر امز جلوديرم انتي ايميتيك. كان ثلاث ادويه اسخف دواء واغبى دواء اللي هو اسمه برين برين اللي هو ميتوكلوبرومايد. امال الاحلى نافيدوكسيد اللي هو ميكلوزين. امال اوندانسيترون ده اسمه زفران ده فظيع وده انضف حاجه حقن بتتاخد مفيش منه اورال. جينا بعد كده على البايون فرايس هندي انتي بايوتيك او انتي بايوتيك. كنا قلنا يوناسين اشمعنى؟ عشان ياسين فيه سولبكتامرين وقلنا اوجمنتين علشان فيه كلافيولينيك اسيد بيمنع تكسير مين؟ البنسلين. جينا بعد كده امتى سقط عيانه عندها بري اكلامسيا؟ مفيش. ليه؟ لانها بتظهر بعد 20 اسبوع. اكلامسيا برضه مفيش عشان بتظهر بعد 20 من اول السكر فيه انديكيشن. امتى سقط عيانه عندها السكر؟ اي انديكيشن اوف ثيرابيتيك ابروش اسكيميك هارت ديزيز ريتينوباثي نيفروباثي ولا غنى منه. ريتينوباثي نيفرو يبقى الاونلي انديكيشن انا انهي ايه هو؟ اسكيميك هارت ديزيز. جينا على الهارت ديزيز امتى مين؟ كلاس 3 و 4 او اذا كان عندها هارت ايه؟ فيلت او رايت تو ليفت شنط او جالها بالمونري ايه؟ هايبرتنشن. يبقى هم اربع حالات بعمل فيهم تمنيشن اللي هم كلاس 3 و 4 او عندها هارت فيلير اثناء الحمل او قبله او رايت تو ليفت شان او ظهر لها بالمونري هايبر تنش. امتى سقط عيانه عندها هايبر امس؟ زي الرسمه كنا قلنا فيرمكس انكفالون فندس تشينجز سيفيرلي افكتد ليفر سيفيرلي افكتد كدني و وورس ان فايتال ساينز. ولا تنسى بيرزيستنت فومتنج اكتر من كام؟ اسبوع ان سبايت اوف تريتمنت. نيجي بقى لاخر واحده امتى تنهي في البايورنيفرايتس؟ اذا كان عندها كام كلير هي واحده وبيجي لها ريكارنت ايه؟ انفكشن. هنرجع بسرعه كده ريست ان بري اكلامسيا فين؟ ليفت لاترال بوزيشن اكلامسيا سنجل روم وكوايت وسيمي دارك ان هوسبيتال دايابيتس اذا ظبطت جرعه الانسولين او جاي لها دايابيتك كيتو ازوز. امال هارت ديزيز
من 24 زي ما قلنا ل 32 او اذا كانت عندها كلاس 2 فيما فوق. جينا للهايبر ايميسيس سيبر كروم ونو فيسوس كفايه دي امان البايونيفراتس اون هير سايد دايت سولت ريستكشن ناثينج بير اوس بالانس الدايت 30 ل 35 كيلو كالوري بكيلو جرام بير داي 50% كربوهيدرات 30% بروتين 20% فات. جينا للهارت ديزيز سولت ريستكشن جينا للهايبر ايميسيس ناثينج بير اوس جينا للبايونيفراتس بتاخد لايت دايت اند اكسسفلي اوبزرفيشن مادر اند امتى سقط. وده سؤال بيجي في اخر السنه يقول لك انديكيشن اوف ثيرابيوتيك ابورشن في المنهج. هتقول له واحد اذا كانت العيانه عندها السكر اسكيميك هارت ديزيز او ريتينوباثي او نفروكسي ودول تتلم. جينا على الهارت ديزيز اذا كان كلاس 3 او 4 او هارت فيلر رايت تو ليفت شانت بالمونري هايبرتنشن. اذا كان هايبر ايمس ما تنساش اللي هو كل الكومبليكيشنز زي فيرتيكولوجي فاندس تشينجز سيفيلي افكتد ليفر سيفيلي افكتد كيدني وورس ان فايتال ساينس بيرسيستنت بومبنج ان سبايت اوف تريتمنت لمده 12 ويك. اخر حاجه اللي هي البايم انفراكسس كان سوليتري كيدني اند ريكرنت ايه انفكشن. كده خلصنا بدري. تحب تاخد حاجه ثانيه؟ لا لا اصل هم بتشرحوا المقارنات بس. تحب ندخل في الموضوع اللي بعده؟ بتاع الحصه الجايه ولا نعمل امتحان؟ في امتحان نورمال لازم نركز فيه. مش هتقدر تبقى نفسها، اي واحده عندها القلب حاسه بالدم على ظهرها كان نفسها هيتكتم، هو مفيش حاجه، بس هو من كتر الرعب بتدمع على الخدس او اثنين. دكتور المانجمنت. عرفت ده سؤال في الار اتش اس اللي هو في الكومز تيست اللي دايركت. بيقول بوستر لو واحد على 16 او اكتر يعني بيبقى واحد على 8 واحد على 4 ولا لا هو بيكتب لك اكتر من واحد على 16 ما بيكتبش ارقام. مش قصدي يعني قصدي مثلا يجيك كيس يقول لك وعملنا تيست طلع واحد على 4 فده لا لا مش هعمل لك كده. هقول لك اكتر من واحد على 16 مش هيكتب لك رقم. حليت اسئله وكتب لي رقم. ايه؟ حليت اسئله وكتب لي رقم. كتب لك واحد على 4؟ اه. طب ما كده قصد اليوشن يبقى وحش. بس ده ديليوشن ده اسمه ديليوشنال تيست. ده السؤال اللي هو كل ما الرقم يصغر يصغر كل ما يزيد الار اتش فاهمه؟ يعني واحد على اربعه واحد على دكتور في المانجمنت في الهارت فيلير ديورنج ليبر المانجمنت لكن النت نايتريك اكسايد عشان العيال ما تحزقش اسمه الغاز بتضحي عشان ما تحزقش لانها حزقت تموت. والفيرست اتش تدي انتي بايوتكس طبعا احنا قلنا هندي انتي بايوتيك اول ما نشوف خلقتها واعيده بعد كام ساعه؟ 8 ساعات ليه؟ عشان الجارد اجينس انفكتيف اندو كاردايتس. ايوه يا دكتور في الكلاسيفيكيشن هي بتاعت نيه دي ولا ايه؟ اه نيه بس لو اي ست حامل هنسقطها الا لو هي جاي يعني الا لو اول ستيج عشان بتورسن ولا تاني ها؟ تاني عادي لو جالك بتاني هتكورسن يبقى التالت صح؟ اذا حملت على السكن انا عملت كلاسيفيكيشن على اثناء الحمل انا ما شفتهاش قبل. انا كدكتور لما بيجي لي عيان بعمل لك كلاس 1 ولا كلاس 2 اثناء الحمل. لكن لو هي ريت دايجنوز قبل الحمل ساعتها دايجنوز قبل الحمل دي اقول لك فاهم قصدي ايه؟ يعني دلوقتي انا ما شفتهاش قبل الحمل هشوفها ازاي قبل الحمل. رجال هارت انا جاي لي دلوقتي فلقيتها كلاس 1 او كلاس 2 بس اما اذا حملت بقى وكانت كلاس 1 هتوصل ده ان بي فاهم؟ اوكي بس انا ما بشوفهاش غير اثناء الحمل هشوفها ازاي قبل ايه؟ تمشي على كلاسيفيكيشن عادي يعني انا عشان كده قلت لو كده لو تمشي على كلاسيفيكيشن عادي لا همسك اللي هو كلاس 1 او كلاس 2. اوكي ممكن نمتحن نمتحن ونشوف بعديها. نو نو زي ما انتوا عايزين اي موضوع افتحه هات الامتحان ايه؟ بالطبع يعني انا كاتبه من الصبح وبالطبع دلوقتي عشان سمر ما جاتش طب اقفل البتاع ده ما بص ده كنت يتغير البطاريه بتاعته فاهم قصدي بقالي شهر البطاريه اهو ده يا سمر خلاص يا ريت هاتوا الامتحان